موجة جديدة يقبل العراق على دخولها في تسجيل نسب مرتفعة من الإصابات بفيروس كورونا بحسب وزارة الصحة، التي تعاني من نقص كبير في عدد المستشفيات والمعدات، مما وضع المنظومة الصحية في موقف حرج أمام أعداد المصابين والمراجعين لها لتتخذ خطوة الحجر المنزلي. فالردهات المخصصة لحجر المصابين لا تتناسب مع الطاقة الاستيعابية لتلك المشافي. لا يوجد يعني بنظام وزارة الصحة مستشفى متخصص العزل على مساحة العراق، لا يوجد هناك ردهة نموذجية للعزل النموذجي الذي تتوافر فيه كافة الشروط. كل العالم عندما تصاب بهكذا جائحة أو طارئة أو وباء يصار إلى التوقف عن استقبال المرضى في المشافي المستشفيات اللي هي أساسا مصممة لاستقبال المرضى العاديين، وتفتح أماكن خاصة خارج المدن ذات تهوية جيدة وتوفر لها إمكانات عالية من الدولة، يكون العمل فيها لاستقبال الحالات المصابة بهذا الوباء. رغم تسجيل العشرات من الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف الكوادر الطبية، مواطنون يحملون وزارة الصحة المسؤولية كاملة لانعدام الرقابة الصحية التي أدت إلى تفاقم حالة المرضى وتجرد بعض الأطباء من الإنسانية بحسب وصفهم. حاليا أكو ناس، كثير من الناس يشوف يعني عنده مريض يجيبه يعالجه، يقول لك أكو واحد قبلك منتظر القبلك يطلع حتى تنام مكانه تحجز سرير، وأكثر الأجهزة من حلق إلى حلق من شخص إلى شخص، وهذا ينتقل يعني بحيث ما يلحقون يعقمون الأجهزة أو الأجهزة تنظف صورة صحيحة على مود ينتقل الشخص الآخر، فكثير من العدوى تصير عن طريق الأجهزة. مريض حالته يعني تعبت فد مرة، المرافق اللي وياه مرة سوت له انعاش، ماكو ولا دكتور، المرافق اللي وياه يسوي له انعاش، هم صوروا وقاعد وكله شفته، مرافق دي يسوي انعاش للمريض مالته والدكاترة ما يقبل يصعد، ولا دكتور يقبل يصعد، والجهاز اللي مال نبض القلب ومال أكسجين شغال بي نبض وأكسجينه 30، يحتاج لبس دكتور يجي يساعده بسرعة، عافوه وانتهى والمريض انتهى مات. أكسجين ماكو قليل، حتى الأكسجين الموجود اللي ديه طول المريض ده يخنقل المريض، ده يخنقل المريض، هو ده مرضى يعني إذا ما مات المريض بسبب الكورونا فراح يموت بسبب الفطريات والوسخ والأرضيات الوسخة اللي مو طبيعية. سرير مات بيه مريض كورونا ما يتعفر، يجي مريض مشتبه بيه ينامو بنفس السرير، يطلع نتيجته بعد 14 يوم أو 10 أيام تطلع سلبية، راح يطلع هو شال حامل الفيروس. حقائق الواقع تصورات للمستقبل، فعجز المستشفيات عن استقبال المصابين لنقص المواد الطبية يفتح نافذة الرؤية على المدى البعيد للوقوف على مكامن الخلل للمنظومة الصحية التي تشهد حالة من التدهور المتصاعد والحالات المرضية المتزايدة. من داخل إحدى المستشفيات في بغداد، ندى المرسومي، التغيير.